السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ احنا خدنا قبل كده ان ازاي ببعت الصورة، ازاي بعمل لها سكاننج، حاجة اسمها الانترليز سكاننج، كام لاين في الصورة وكم فيلد في الصورة والريزوليوشن قد ايه، الكلام ده كله خدناه. هنتكلم ان شاء الله النهاردة عن حاجة اسمها الكومبوزيت فيديو سيجنال. هي اللي سماها كومبوزيت، هي فيديو سيجنال العادية طالعة من نتيجة اللاين بير لاين، سكانينج لاين بير لاين، خط ورا خط. ليه سماها كومبوزيت مركبة؟ لأنها مش فيديو سيجنال بس، موجود معاها كذا إشارة تانية لأغراض أخرى. النهاردة إن شاء الله هنتكلم، أو في الشابتر ده هنتكلم عن الكومبوزيت فيديو سيجنال، مكونات أو شرط الفيديو المركبة مكونة من إيه. تمام، فيها كذا جزء ونشرح كل جزء بالتفصيل وليه عمله كده والغرض من ده إيه. لما نشوف الكومبوزيت فيديو سيجنال هتلاقي اول حاجه فيها بتتكون من كاميرا سيجنال كورسبوندينج تو ذا ديزايرد بيكتشر انفورميشن، الاشاره اللي جايه من الكاميرا نتيجه التغير او الصوره نفسها، لاين بير لاين. انا عندي لاين هبعته، فالكاميرا الاشاره طالعه من الكاميرا نتيجه التغير في اليومينانس، الاضاءه بتاع اللاين ده اللي هي البيكسلز جنب بعضها، دي الفيديو سيجنال عاديه، دي ده اللي انا عايزه، ده اللي انا عايز ابعته، ده اللي اصلا اللي هيهمني، هيروح للريسيفر يتطبق على البيكتشر تيوب. تاني حاجة بلانكينج بالسز، بالسز بتفرض إشارة سودة عشان تخلي الريتريس انفيزبل. بعد كل لاين لازم أخلي بلانكينج بالس، أبعت بلانكينج بالس، بلانكينج يعني ده الفيرب، تخليه أسود، تخلي الإشارة سودة عشان الريتريس يبقى انفيزبل. تالت حاجة سينكرونايزنج بالسز تو سينكرونايز ترانسميتر والريسيفر سكاننج، بالسز تعمل سينكرونايزيشن بين الترانسميتر والريسيفر علشان تخلي ال الالكترون بيم في الكاميرا في الترانسميتر والالكترون بيم في البيكتشر تيوب في الريسيفر الاثنين يمشوا في نفس الوقت ويعرضوا الصوره مظبوط. انا عندي نوعين من السكاننج، هوريزونتال سكاننج وفيرتيكال سكاننج، الاثنين كبلس نفس الطول ولكن هيفرقوا في الديوريشن وسعهم. هتلاقي الهوريزونتال بلس ضيقه، هتلاقي الفيرتيكال بلس عريضه قوي، ده الكلام ده كله هنشوفه بالتفصيل بعد كده. طيب ادي شكل كومبوزيت سيجنال بتتكون من ايه. كومبوزيت فيديو سيجنال ديت اربيتري يعني عشوائيه خالص، ده لاين، دي مسافه لاين، وده لاين تاني، وده لاين تالت، وهكذا. شايف دي العلامه دي؟ العلامه دي مش يساوي ولا حاجه، دي معناها ان في لاينز كتير قوي في السكه انا ما قلتهاش، يعني انا قاطع واخد جزء من اول البيكتشر وجزء من نص البيكتشر وجزء من اخر البيكتشر، وبرده مش شرط ان بقوله ده. المهم العلامه دي معناها ان في لاينز في السكه مقطوعه انا ما جبتش سيرتها. شايف العلامه دي؟ تمام، ان في جزء لاينز انا ما قلتوش، يعني ده جزء من لاين، ده لاين اسف، ده لاين، وفي لاينز انا ما قلتهاش، وده لاين تاني في منطقه تانيه، وده لاين في منطقه تالته. يعني مش شرط الثلاثه دول يبقوا ورا بعض على طول، مش ده اللاين الثالث والرابع والخامس او السابع والثامن والتاسع او ال 500 و 500 و502، ممكن يبقى ده لاين رقم واحد، ده لاين 50 او 100، ده رقم 500، وات ايفر. تمام، ادي حاجه. الحاجه الثانيه ده كده، ده الفيديو سيجنال اللي طلع من الكاميرا، الفيديو سيجنال اللي طلع من الكاميرا، الفيديو سيجنال اللي طلع من الكاميرا هنا في اللاين ده، ده لاين ثاني، ده لاين ثالث. تمام، ده لاين في حته في الصوره، وده لاين في حته في الصوره، وده لاين في حته في الصوره. تمام، تمام. في حاجه اسمها انا عندي، كنا كده فاكر كنا بنتكلم ان في الكاميرا تيوب عندي فوتو كوندكتيف لاير، لما الضوء يجي عليها كتير الكوندكتيفيتي تزيد او الريزستيفيتي تقل، وبالتالي بيطلع لي فولت ديبند على الضوء. انا هنا في الكاميرا في الكومبوزيت فيديو سيجنال بعبر عن الماكسيمم او البي كوايت ليفل بجهد قليل قوي، الماكسيمم او البلاك بيكتشر بعبر عنه بجهد عالي، البي كوايت ليفل اللي هو اقصى اضاءه، اقصى لون ابيض، اقصى اضاءه موجوده في الصوره من 10% ل 12.5%، من 10% بعبر عنه بجهد قيمته 10% 12.5% من القيمه العظمى. تمام، من 10% ل 12.5%، هنا في الرسمه 12.5%. طيب ليه انا سايب الجزء ده فاضي؟ تجنبا لاي ديستورشن يحصل، بسيب المنطقه دي خالص فاضيه خالص عشان المنطقه دي اول حاجه بسميها وايتر ذان وايت،
ده الوايت ليفل، البيك وايت ليفل الخط ده اللي هو عند 10 او 12 ونص، المنطقه ده هي اللي بتاعت ال 10 او 12 ونص ديت بيسميها وايتر ذان وايت، وايتر ذان وايت، ابيض من ابيض من البياض، تمام؟ دي مش مستخدمه خالص، متروكه فاضيه تحسبا ان في يجي اكسسيف وايت ليفل، يكون في جزء من الاضاءه عالي قوي 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 يخلي اشاره تنزل القيمه دي. فاكرين انتوا الموديوليشن بتاع الاي ام؟ لو حصل عملت اشاره انا عملت لها موديوليشن هيحصل ديستورشن في الموديوليتور وبالتالي اشاره هتبوظ، تمام؟ فالمنطقه دي سايبه فاضيه تحسبا لاي جزء انا مش عامل حسابه في الصوره. فالرسيفر او التنظيم المظبوط انه ايه؟ اقصى لون ابيض في المنطقه دي واقصى لون اسود عند 72%. اقصى لون ابيض عند 10 12 ونص على الرسم 12 ونص، واقصى لون اسود عند او ضوء اسود عند 72% فولتج، تمام؟ فبلاك ليفل عند 72%، البلانكينج ليفل عند 75%. تاني في الوايت ليفل بيك وايت ليفل عند 12 ونص او عند 10 في الرسم 12 ونص، المنطقه دي اسمها وايتر ذان وايت. البلاك ليفل عند 72%، البلانكينج ليفل عند 75%، المنطقه دي اسمها داركر ذان دارك، اللي فوق ال 75% داركر ذان دارك. هنا ابيض من البياض وهنا اسود من السواد. يا ساتر. فالمهم البلاك ليفل اللي هو الجزء الاسود من الصوره عند 72%. ده ثيوريتيكالي. والبلانكينج ليفل عند 75%. ايه الفرق بين البلاك ليفل والبلانكينج ليفل؟ البلاك ليفل ده بتاع الصوره اما يكون جزء اسود في الصوره اللي هتتبعت في اللاين. البلاكينج ليفل ده انا بفرضه عشان اخلي الريتريس انفيزبل، انا بضيف 75% في جهد عشان اخلي البلانكينج اخلي الريتريس انفيزبل، سواء كان هوريزونتال ريتريس او فيرتيكال ريتريس، تمام؟ فيبقى نظريا البلاك ليفل عند 72، البلاكينج ليفل عند 75، عمليا الاثنين تقريبا حاجه واحده، الاثنين عند 75% البلاك ليفل وبلانكينج ليفل. نظريا برضو الفرق بين البلاك ليفل والبلانكينج ليفل اسمه بيدستال. الفرق بين البلاك ليفل والبلانكينج ليفل اسمه بيدستال. خلي بالك في حاجه اسمها بيدستال وفي حاجه اسمها بيدستال هايت. ده بيدستال هايت، تمام؟ وفي حاجه اسمها بيدستال، الفرق بين البلاك ليفل والبلانكينج ليفل، تمام كده؟ تمام. طيب ايه هو بيدستال هايت؟ الفرق بين الافريج بتاع الصوره مع البلانكينج ليفل. الفرق بين الافريج بتاع الصوره مع البلانكينج ليفل، الفرق بينهم الافريج بين كل لاين، الافريج بتاع الفولتج بتاع اللاين بتاع كل لاين بينه وبين البلانك ليفل اسمه البيدستال هايت. هنا يبقى كل لاين فيه بيدستال هايت، كل لاين ليه بيدستال هايت. الفرق بين الافريج بتاع الصوره بتاع كل لاين بتاع اللاين ده مع الافريج فولتج بتاع اللاين ده مع البلانكينج ليفل. طيب يبقى احنا دلوقتي احنا قلنا البيك وايت ليفل عند 10، البلاك ليفل عند 75%، ده اللي بيطبق عملي. يبقى الصوره متاح ليها الفولتج بتاعها بتاع كل لاين متاح يتغير من 10 ل 75% حسب الكونتنت بتاع الصوره، يتغير من 10 ل 75%. ال 10 ده البيك وايت ليفل، ال 75% اللي هو البلاك ليفل. يبقى دلوقتي الدي سي ليفل ده الافرج بتاعي. خد بالك احنا سايلين ده ايه؟ البريكس دي اسمها بريكس، مقصود بيها ده لاين في فريم ولاين في فريم تاني ولاين في فريم تالت. البريكس دي مقصود بيهم دول مش سكسيسيف لاينز، مش ورا بعض، تمام كده؟ ده الدي سي ليفل بتاع فريم، دي سي ليفل بتاع فريم تاني، دي سي ليفل بتاع فريم تالت، يعني الدي سي ليفل ده بيتحسب الفريم كله. ده الباك جراوند بتاع المشهد اللي بيتصور بتاع الصوره دلوقتي، تمام؟ فخد بالك الدي سي ليفل بيتحسب للفريم كله مش للاين واحد بس، عشان كده ده لاين في فريم وده لاين في فريم وده لاين في فريم تالت، تمام؟ الدي سي ليفل هنا. الفرق بين الدي سي ليفل والبلانكينج ليفل اسمه البيدستال هايت. هنا كده بص زي ما اتفقنا، ده الدي سي ليفل وده البيدستال اللي هو كان المفروض كان الفرق بين 72 و75 هو اصلا بقى حاجه واحده بقى خمسه، فده بيسميه البيدستال وده الدي سي ليفل. الاشاره دي المفروض خارج الكاميرا هيخش على كذا امبليفاير عشان يتكبر. الامبليفاير زي ما انتوا خدتوا 50 مره قبل كده، بين كل امبليفاير والتاني بحط مكثف بيسميه كابلين كاباستور عشان يمنع تاثير البايسنج على بعضه. كتير كده امبليفاير كان بيحط كابلين كاباستور في الانبوت والاوتبوت لو في كذا مرحله، فبيمنع دخول الدي سي عشان الدي سي ده بيغير البايسنج بتاع الامبليفاير وبالتالي الامبليفاير ما بيشتغلش مظبوط. فالدي سي ده هيطير هيتغير، تمام؟ الدي سي ليفل ده عباره عن ايه؟ احنا قلنا الافرج بتاع الفريم بتاع كل صوره اللي هو 2 فيلد، الصوره 2 فيلد،
فالديسي ليفل ده عباره عن الافريج بتاع الصوره كلها، الصوره البيكتشر. عندي كام بيكتشر في الثانيه؟ عندي 25 بيكتشر، انا عندي 25 بيكتشر. وزي ما اتفقنا كنت قلت لك في الاول، ده البريكس دي يعني باللاين مش ورا بعض وكلامي صح، بس هنا بقى عشان توضيح الصوره دي، ده لاين من فريم من بيكتشر، وده لاين من فريم تاني، وده لاين من فريم تالت، عشان كده الدي سي ليفلز مش زي بعض. تمام. طيب الدي سي ليفل هنا اما بعدد الاشاره دي، لو عدت كلها على امبليفاير، الدي سي ليفل ده هينزل، يبقى الدي سي كومبوننت هتطير. تمام. وبالتالي الدي سي ليفل هيتغير. طيب انا عندي دي سي ليفل مش موجود، لكن عندي البيدستال هايت ما اتغيرش، الفرق ده ما اتغيرش، فباخد دايما البيدستال هايت كانديكيشن على الدي سي ليفل، اللي هو الافريج برايتنس بتاع الصوره. لو الدي سي ليفل قل، الصوره هتبان اغمق ولا افتح؟ لو الدي سي ليفل زاد هيبقى الصوره افتح، الدي سي ليفل قل الصوره هتبقى، انا بتكلم دي سي البيدستال، البيدستال لو البيدستال قل الصوره تبقى اغمق، لو البيدستال هايت زاد الصوره تبقى افتح. الدي سي ليفل العكس، خلي بالك، لان الدي سي ليفل المجموع البيدستال هايت زاد الدي سي ليفل مجموعهم ثابت اللي هو كام؟ 75%. لو البيدستال هايت زاد الصوره تبقى افتح، لو البيدستال هايت قل الصوره تبقى اغمق. فلازم احط البيدستال هايت المظبوط بتاع الصوره بتاع الفريم، كل فريم. تمام كده. المهم ده انا عندي دي سيليفل بتبقى المكثفات الموجوده في الامبليفايرز الموجوده في كل الدايره بتاعتي، سواء ترانسميتر او ريسيفر، فالبيدستال هايت بيعبر عن الدي سي ليفل. فخد بالك لازم ده بينضاف، بيعمل له حاجه اسمها انسيرشن للدي سي في الاخر قبل ما ابعت الاشاره عشان اعدل الدي سي ليفل. يبقى انا دلوقتي عندي الدي سي ليفل ده بيعبر عن الافرج لومينيشن او افرج برايتنس بتاع الصوره، في كل فريم ليه دي سي ليفل. انا بظبط ده يا اما الدي سي ليفل يا اما البيدستال هايت. الدي سي ليفل اصلا دي سي كومبوننت كلها بتطير لما الاشاره بتعدي على مكثفات اللي موجوده في دايره الامبليفاير، فبالتالي البيدستال هايت هو الانديكيشن اللي موجود عندي. البيدستال هايت يزيد الصوره تبقى افتح من المطلوبه او من الصح او المفروض يتبعت، لو البيدستال هايت قل الصوره تبقى اغمق. نيجي بقى لو احنا قلنا دي اسمها سينك بلس، قلنا اسمها هوريزونتال عشان الديوريشن بتاعها صغير. الرسمه اللي بعد كده فيها الهوريزونتال والفيرتيكال سينك بلس، دي هوريزونتال سينك بلس ودي فيرتيكال سينك بلس. المكان ده المخصص للهوريزونتال وده المخصص للفيرتيكال. احنا كده كده اصلا عند البلاك ليفل عند 72، البلاكنج عند كام؟ عند 75. صحيح الفرق بين البلاك والبلانكينج معقول، وفرق بينه وبين الصوره نفسها كبير، ما اقدرش اخلي الفيرتيكال او الهوريزونتال سينك بالسز في رينج ال 75، لازم اخليه يبقى في فرق كبير قوي بينه وبين البلانكينج ليفل او بين البلاك ليفل، علشان ما يبقاش فيه اي فرصه لتشابه السينك بالسز او الهوريزونتال او الفيرتيكال سينك بالسز مع البلاك ليفل او البلانكينج ليفل. تمام؟ ما يبقاش فيه اي فرق بين الاثنين، ما يبقاش فيه فرق اي فرق بين الاثنين. فده بيخلي دايما السينك بالسز من 75 ل 100%، من 75% ل 100%. يعني المنطقة دي هي اللي فيها السينك بلس سواء كان هوريزونتال أو فيرتيكال. الفيرتيكال بتبقى كبيرة قوي، الهوريزونتال بتبقى صغيرة. نرجع الصورة دي كده تاني، أدي ال 100% اهوت، ده اللي هو وايتر ذان وايت، ده بلاك ذان بلاك، من 75 ل 100% ده السينك بلس سواء كان هوريزونتال في الصورة دي أو هوريزونتال في المنطقة دي والفيرتيكال في الصورة دي. تمام كده؟ لو رجعنا دلوقتي للصوره دي هتلاقي ان البيكتشر واخده من صورة من جزء الكام، من كام؟ من 10% ل 75%، يعني 65%. وهلاقي الصوره واخده كام من والسينج واخد من 75 ل 100%. فهلاقي لو احنا قسمنا ال 65% على 25% هلاقي بتساوي تقريبا 13 على 5، اللي هي بتساوي 2.6، في حين ان هي هو تقريبا بتساوي 10 ل 4، 10 ل 4 اللي يساوي تقريبا 2.5. فقول البيكتشر تو سينك، نسبة البيكتشر للسينك سيجنال 10 على 4. قال لي النسبة دي كافية كويس قوي. قال لي ليه يا باشا؟ لو أنا زودت البيكتشر عن السينك وحصل ديستورشن، في احتمالية إن البيكتشر تزيد توصل والسينك ما يوصلش. أو لو عملت العكس ممكن السينك يوصل والبيكتشر ما يوصلش. النسبة دي كفاية جدا إن الاتنين يوصلوا صح أو الاتنين ما يوصلوش. هو أنا هيفرق معايا إيه أنا
انا هبقى مبسوط او هعرف اتفرج على التلفزيون لو السينك جت والبيكتشر ما جاتش، او السينك جت والبيكتشر جاي مشوهه. السينك ده اللي بيرص الصوره صح على البيكتشر تيوب، وبالتالي لو الصوره جت والسينك ما جاش او السينك بايظه، فبالتالي الصوره مش هترص صح. والعكس تماما، لو الصوره جايه، لو السينك جاي حلو جدا والصوره جايه وحشه، انا رص الصوره وحشه ما استفدتش حاجه. فقال لي الريشيو بين السينك البيكتشر تو سينك سيجنال، النسبه دي كفايه قوي ان الاثنين يوصلوا يبقوا مظبوطين والصوره طلعت حلوه، او الاثنين ما يوصلوش. يعني ايه ما يوصلوش؟ يعني يوصلوا مشوهين. وبالتالي لو انا عندي الصوره جايه مشوهه، فاصلا السينك بتاعها جاي مشوه اكتر، وبالتالي مش هيتعرضوا، او الصوره جايه كلها كويسه، فيبقى الاثنين موجودين يا مفيش. وده اللي مطلوب اصلا في البيكتشر تيوب، الاثنين موجودين كويس او مش عايز صوره. يعني مش هستفيد بحاجه لو الصوره جايه وحشه والسين جاي مظبوط او العكس. فهنا كده عرفنا ادي البلاك ده اللي هو البلاك اللي فوق 75 دي الهوريزونتال، وده الفيرتيكال. الابعاد دي هنتكلم فيها تفصيل ممل، اللي هي 64 مايكرو سكند ده زمن اللاين الواحد. ال 160 مايكرو سكند دي هنتكلم فيها بعدين بالتفصيل الممل في وقتها ان شاء الله. هنا كده زي احنا قلنا، ده 64 مايكرو سكند ده زمن اللاين الاولاني، 160 مايكرو سكند زمن خطين ونص. الخطين ونص دول هنتكلم عن تفصيل دلوقتي لما اجي اشرح الفيرتيكال سينك بالس بالتفصيل، هتعرف ايه خطين ونص واشمعنى، والحكايه كلها هنعرفها ان شاء الله في وقتها. بالنسبه للهوريزونتال سينك بالس هيبقى عندي رسمة حاجه اسمها الفرونت بورش، حاجه اسمها الباك بورش. ده الجزء بيعبر عن الفرونت بورش، ده جزء بيعبر عن الباك بورش. المفروض اصلا كده كده الريتريس 12 مايكرو سكند بيتقسم ثلاث حتت، فرونت وباك بورش وهوريزونتال سينك. الفرونت 1.5 مايكرو، الباك بورش 5.8 مايكرو، والسينك بالس 4.7 مايكرو سكند. والصوره نفسها بتبقى موجوده بين الفرونت بورش والباك بورش مقدارها 52 مايكرو سكند. 52 مايكرو سكند البلس اهي بتاع الهوريزونتال، ماشي جزء في الباك بورش من 52 مايكرو سكند، ويطلع كده لحد ما يوصل ادي، وصل هنا ادي الفرونت بورش، والجزء ده بتاع ريت ريس اللي هو 4.7 مايكرو سكند بس، جزء فرونت بورش وباك بورش، فرونت وباك بورش، وده بتاع جزء اللاين اللي هو 52 مايكرو سكند، ده التريس وده الريت ريس. طيب هتلاقي هنعرف دلوقتي ليه الباك بورش معمول وفي ليه الفرونت بورش معمول. الاثنين دول اصلا موجودين في التريس في الاكتيف ريجن، بس بيبقوا بلانكينج. ليه بلانكينج؟ هنعرف دلوقتي. هنا كده زي ما اتفقنا في عندي الفرونت بورش والباك بورش. طب ليه الفرونت بورش دي؟ قال لي الفرونت بورش دي 1.5 مايكرو سكند. معمول ليه الفرونت بورش؟ قال لي مش ده الفرونت، دي الفرونت بورش. خلي بالك ال 64 مايكرو سكند محسوبه في الليدنج ايدج بتاع السينك بلس، من اول الليدنج ايدج بتاع الليدنج ايدج اللي هي الايدج طالعه دي اسمها التريلنج، دي اسمها الليدنج ايدج. هنا وهنا، من اول هنا كده الليدنج ايدج بتاع البلس دي وبتاع البلس دي، فدي ال 64 مايكرو سكند فيها السينك والفرونت والباك بورش. الفرونت بورش معموله ليه؟ قال لي ادي اللاين بتاعه من اول خط، من اول اللاين لاخره، لو اخر بيكسل او اخر نقطه في اللاين، اخر فولتج في اللاين اكسسيف وايت بوينت، نقطه بيضاء قوي لون ابيض قوي، بتلاقي الفولت قريب قوي من الصفر. عشان الفولت لو دي مش موجوده، لو ال 1.5 دي مش موجوده ايه اللي هيحصل؟ قال لي الفولت مش هيقدر، مش هيلحق يقل يوصل لحد ال 75 او 100% ماشي في نقطتين، هياخد وقت، وبالتالي دي هتتاخر، وبالتالي السين كله هيبوظ. العمليه اسمها بولينج اون وايتس، بولينج اون وايت، فين الشرح بتاعها اهو، اسمها بولينج اون وايتس. تمام؟ بيحصل امتى؟ لو الفرونت بورش مش موجود. الفرونت بورش، الفرونت بورش موجود عشان تعمل كاشنج للايه؟ للسيستم، بتسيبه يده، بتسيب مسافه فاضيه اللي هو نص مايكرو سكند ده، عشان الفولت هنا تحسبا لو اخر نقطه في اللاين كانت اكسسيف وايت ليفل، يعني قريبه قوي من الصفر، قريبه في المنطقه دي كده، الحته دي كده، مش هيلحق الجهد يقل لحد ما يوصل. ما هو يقل، خلي بالك مقلوب هنا، فيزيد لحد كام؟ 75 او 100% بتاع السينك بلس، وبالتالي هتقل. يعني هو بدل ما يقل كده هيقل كده. ماشي؟ فهيوصل ل 75% متاخر او 100% متاخر، فده السينك بلس هتتاخر، هتبقى لما تيجي هنا هتيجي هنا، وبالتالي يحصل
ميس سنكرونايزيشن، مش هيحصل تزامن، وبالتالي اللاين هيتاخر. فالفرونت بورش موجوده مسافه فاضيه او مساحه زمنيه فاضيه عشان تعمل تدي الفرصه ان اللاين ده تمام يعزل تاثير الصوره عن السينك بلس. تمام اهو مكتوب هنا كده، بص صفى بس هنا. This is a brief caching period of 1.5 microsecond inserted between the end of the picture detail for that line and the leading edge of line sync pulse. Despite لو ما كانش the existence of front portion مش موجودة when the line ends in an extreme white level أو white detail، لو في extreme white جزء من الصورة أبيض أو في آخر حتة في اللاين، and the signal amplitude touches almost zero يعني الفولت بتاعي قريب أوي من الصفر، the video voltage level fails k to blanking level، مش هيقدر يتغير من الصفر ده لحد ما يوصل للبلانكينج ليفل ده، وبالتالي السينك بلس هتتاخر، هتتنقل مكانها بدل ما هي هنا تبقى هنا مثلا، لان دي هيبقى كده بدل ما هو كده هيبقى كده، وبالتالي يحصل ميس سنكرونايزيشن، مش هيحصل تزامن، ودينا هبوص. تمام. طيب الباك بورش، قال لي الباك بورش دي بتسيب، بص اول في اول لاين ايه اللي هي منطقه اسمها باك بورش، اللاين ده هيرجع تمام، اول ما تيجي السينك بالس هيرجع اللاين ده تمام، هيبدا يرجع منين؟ من اقصى يمين الشاشه، من اقصى يمين الشاشه لاقصى يسار الشاشه، فهو هيرجع ويبقى يبدا يعكس التيار بتاعه عشان يجيب يرجع تاني من الشمال لليمين، فالمساحه دي موجوده عشان تدي وقت كافي للبيم انه يعمل ريفرس السيركت بتاعته عشان يرجع تاني تمام. وتاني الباك بورش والفرونت بورش الاثنين دول ما بيبقوش على الصوره اصلا، الصوره تحت في المنطقه دي، الصوره تحت في المنطقه دي، المنطقتين دول اصلا سمر سود، انا مش هتعرف الصوره بتاعتي. لما اشوف الباك بورش بيريد اوف 5.8 مايكرو سكند ادر لينكينج ليفل الاوز بلينتي اوف تايم، وقت كتير قوي فور ذا لاين فلاي باك يرجع اللي هو السكاننج بيم يرجع يجي في اول الصوره اقصى يسار الصوره. It also permits time to horizontal time based circuit to reverse direction، الدايره تعكس اتجاهها عشان تيجي بدل ما هو اصلا كان راجع من اليمين للشمال بيعمل ريتريس، فلازم هيجي يوصل لاقصى يسار الصوره يبدا يعكس التيار تاني عشان يوصل يبدا يعمل تريسنج تاني اللي هو السكاننج اللي هو الاكتف. تمام. In fact في الحقيقه the relative timing are so that التايم اصلا مظبوط، small black bars الاجزاء اللي هي الصغيره اللي هي السودا دي سواء كان الفرونت بورش او الباك بورش are formed at both ends of the raster موجودين في النهايتين بتوع الراستر بتاع الصوره. In the horizontal plane these blank bar are at the sides have no effect ما لهاش اي تاثير على الصوره اللي اتبعت سواء في الترانسميتر او في الريسيفر. Black bars also provide the necessary amplitude equal to the blanking level reference level. الباك بورش كمان بيديني reference level جهد كفايه، خلي بالك ديت خلي بالك الفرونت بورش صغيره قوي، لو حصل اي ديستورشن واتغيرت هتبقى مشكله، لكن ده بيديني ريفرنس، يعني لما يجي بلس كبيره هنا في الريسيفر يبقى ده الليفل بتاع الباك بورش بتاع الدي سي ليفل، فده الليفل بتاعي اللي بقيس بيه، الحاجه الثابته اللي عندي اللي بقيس بيها، انا عندي الهوريزونتال وعندي الباك بورش، فدي ثابته برضو كبيره عشان تديني مساحه ريفرنس ليفل، يبقى ده ثابت واحتمال انه يتغير بالنويز اقل بكتير قوي من احتمال تغير الفرونت بورش، لان الفرونت بورش بتبقى صغيره قوي مع الطاي. يبقى also provides the necessary amplitude equal to the blanking level reference level and able to preserve يحتفظ الدي سي content of the picture information at the transmitter. As the receiver's level is which is independent of the picture detail مش دعوه بالصوره اصلا is utilized in the AGC automatic gain control. يعني ايه automatic gain control بقى؟ هو عارف ان الباك بورش فين حته؟ عند ليفل كام؟ 75%. فما يشوف ديتكت الباك بورش يبقى دي 75% بتاعي، يبقى اظبط الصوره كلها على الليفل ده، يبقى كده عمل جين مظبوط وظبط الصوره بتاعتي. تطلب ترو اي جي سي فولتج بروبوشنال تو ذا سيجنال سترينث بيكد اب ات ذا انتنا. تمام كده عرفنا، يبقى كده السينك بالس السينك واللي خدنا الهوريزونتال، ونكفي كده المره دي ان شاء الله، ونكمل المره الجايه ان شاء الله الفيرتيكال سينك ديتيلز عشان هي طويله شويه وفيها كلام كبير. اتمنى الله تذاكرهم وتقرا كويس، الكلام مش صعب، هو شويه كلام كتير كده، بس ان شاء الله انا هخليه سهل ان شاء الله، والامتحان ما تفكرش فيه،
ان شاء الله هتنجح طالما ذاكرت وفهمت الكلام اللي انت قريته. انا موجود في الكليه حد واربعه، موجود في الكليه ان شاء الله حد واربعه. الحد موجود معظم الوقت في اوضتي في قسم اتصالات، الاربع موجود من 10:30 ان شاء الله في الاوضه في قسم اتصالات. شكرا، سلام عليكم.